لما قال لي على الموضوع ده كان انا ما كنتش فاهمه، يعني ايه هغني مصري قديم؟ امون رع اللي هو المفروض الاله بالنسبه للمصريين القدماء، واللي انا اكتشفته اللي هو ربنا بالنسبه لهم وبالنسبه لنا الاله الخفي، بس هم كانوا مسمينه امون رع، واحنا بالنسبه لنا عشان احنا ناطقين للغه العربيه فهو ربنا الله. يعني اصلك انت كده بتقلد الستات. الله، طب ما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحط كحل وكان شعره طويل. بتتقبل النقد لو الجمهور او بعض او الاعلام او الصحافه بدا يتدخل في اختياراتك الشخصيه في اللبس في الاكسسوارز في الحاجات دي كلها؟ لان من فتره حصل كلام عارف طبعا عارف طبعا على حفله كبيره جدا جدا يعني طبعا، وكان فيها شكوى وكان فيها نقابه وكان فيها حكايه يعني بتقبل. لازم السؤال التقليدي او البديهي الاسطول، هو اسم ولا لقب ولا صفه ولا ايه؟ ما هو برضو اختيار، انا اخترته بكيفي ومزاجي، ان انا عايز اعمل شيء ليه قيمه في وقت وفي مكان. الحاجات اللي ليها قيمه ما لهاش زبون، زبونها قليل، الحاجات التانية زبونها كتير. ده طول الوقت على فكره. بالظبط. اهلا وسهلا اعزائي مشاهدي ومستمعي منصات في مصر. ضيفنا في حلقه النهارده المطرب والفنان عز الاسطول. اهلا بك يا فندم. اهلا بسعادتك، منورنا ومشرفنا. منور سعادتك، الله يخليك. دايما لما بتذكر الاسم لازم السؤال التقليدي او البديهي الاسطول، هو اسم ولا لقب ولا صفه ولا ايه؟ يعني لا، هو صحابي، هو نيك نيم يعني، صحابي طلعوا عليا من بتاعي 16 18 سنه يعني، علشان انا دايما بحب صحابي كتير، مزيكاتيه كتير، وبحب اجرب نروح نعمل بروفات، نحاول نعمل حفلات في الاماكن اللي فتحت ساعتها، كانت جديده ايامها، كانت زي الساقيه وما شابه يعني، وكنت انا من الفرق المستقله، فكنا دايمين التجارب، وانا بحب اجمع الناس وبتاع، فجت يمكن من هنا يعني. ومشي كده. ومشي كده. ورغم ان حكم امبابه زي ما انا عرفت، لكن دايما بيتذكر المطرب بالمغربي. لا مش مغربي ولا حاجه والله، ده انا هل ليها علاقه بقى بالشكل ولا لان الاصول اصلا مغربيه فالناس استسهلت؟ هو يمكن علشان انا كنت الوحيد اللي بيغني راي في مصر. يعني انا واثنين مطربين، فيهم حد سافر المانيا من زمان اسمه سعيد، وفي مطرب جميل قوي اسمه بيومي، فمفيش حد بيغني راي غير انا والاثنين دول، فيهم واحد ساب مصر. فانا كنت فتره من الفترات مهتم قوي بالغنى الشمال افريقي، الراي، الحاجات دي، شاب خالد، رشيد طه، شاب مامي، قعدت فتره في حياتي، فيمكن علشان بعمل كده. واحنا اصلا منسبين لحد سيدنا الحسين اللي جه عمل عيلتنا هنا، ده من بتاعي 90 سنه، ده من اهل المغرب، ولكن انا وابويا وامي وجدودي وجدود جدودي مصريين عاديين جدا يعني. معايا البطاقه طلعتها في كذا انترفيو والله. النجاح اللي حققه حفل الكباش كان نجاح ملفت قوي، بس ادى تاثير ان الناس متعطشه للنوع ده من الغناء. سبب ايه ان النوع ده يعني لا كان موجود قبل ولا استمر بعد؟ بص، هو ما كانش موجود قبل كده، لان حتى لو هنفترض ان في حد عايز يعمله، ده ان كان يعني، ما كانش هيلاقي فرصه زي الفرصه بتاعتي انا في الكباش. المساله بتاعتي انا جت طبعا لتوفيق من عند ربنا، وكانت صدفه قويه جدا وجميله جدا، خلت الناس تسمعني جوه مصر وبره مصر في قالب غنائي انا حتى كمان والله ما كنت عامل حسابه. يعني المايسترو نادر صديقي وحبيبي لما قال لي على الموضوع ده كان انا ما كنتش فاهمه، يعني ايه اغني مصري قديم؟ وكان حتى كمان يمكن قبل ما اغني المصري القديم كانت الاغنيه او الانشوده كانت معموله بالعربي، كانت كتبها هناء يوسف بالعربي، ولحنها المايسترو وهي بالعربي، وزعها احمد الموجي وهي بالعربي، وتعمل عليها هناك بروفات مع الراقصين وهي عربي، بس علشان كان الكلام بتاعها شويه ممكن يعني ما فكرته ما تعجبش الناس، لان كان الغنى لامون رع اللي هو المفروض الاله بالنسبه للمصريين القدماء، واللي انا اكتشفته اللي هو ربنا بالنسبه لهم وبالنسبه لنا الاله الخفي، بس هم كانوا مسمينه امون رع، واحنا بالنسبه لنا عشان احنا ناطقين للغه العربيه فهو ربنا الله يعني. لما جت الفرصه الناس شافوها جوه مصر وبره مصر، وابتدت الناس الحكايه تعجبهم، وابتدت ناس كمان تحط لها تراجم على كيفها، ولذلك قلت ايه، طيب ما ده الموضوع ده لما هو جديد وعجب الناس وبيطلبوني عايزين يشوفوا ايه، يعني عايزين يفهموا انا بقول ايه كترجمه، وبقى كل حد يتطوع مشكور يحط الترجمه على كيفه، الموضوع خد وبقى عليه فيوز غريبه يعني، انا ما كنتش متوقع ابدا ان مهما هعمل هوصل لتمن فقلت لا، طب لو يعني الموضوع انا حبيته، قلت خلاص نتكلم بقى عن
الحضارة المصرية القديمة فيها مواضيع كتير جدا 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 هي بالنسبة للعالم يعني عجب العجب. نتكلم حتى كمان عن الحياة العادية بالنسبة لهم، يعني حتى كأسرة كتربية أطفال، كحب، كانوا بيحبوا بعض إزاي. في حاجات كتير قوي نقدر نتكلم فيها من خلال أغاني. الأغاني دي تتصور جوه الأماكن الأثرية بتاعتنا اللي هي لا حصر لها واللي هي مش موجودة غير عندنا إحنا. فيبقى إحنا بنعمل فيديو كليب جميل جدا جدا عن حضارتنا القديمة معمول باللغة المصرية القديمة والترجمة العربي مغناة، لأنها يعني زي ما هي كتبت هناء يوسف الغنوة في الأول بالعربي، لا هتكتب لي العربي اللي هيتقال مع المصري القديم، وتتعمل مزيكا انترناشونال وعليها التاتش المصري القديم علشان كل الناس تعرف تسمعها، فاهمني؟ ويبقى في الأول وفي الآخر إحنا برضو من ماركت للسياحة بتاعتنا من خلال أغاني. فالموضوع عجب دكتور زي حواس جدا جدا، وهو متبني الموضوع ده معايا وابتدى يديني كلام وابتدى يساعدني جدا بصراحة يعني. وبعدين توجهت لوزارة الآثار والسياحة فعجبهم الموضوع. أنا لسه بصدد إن إحنا يا رب إن يحصل للموضوع ده إنتاج. هيبقى الموضوع الأول من نوعه إنه يحصل، وهيبقى جديد ومش شبه حاجة، وفي نفس الوقت بنوري السياحة بنوري الآثار بتاعتنا للعالم كله. ده أنا شايفه شيء جميل، يا ريت يتم يعني. هو طبعا شيء جميل، بس هو كان السؤال ليه ما اتبناش في وقتها؟ لا ما اتبناش في وقتها لأن هو كمان الموضوع كان لسه جديد يعني. يعني يعني التجربة لما بتيجي ما بتبقاش تبعيتها يعني وليدة اللحظة ساعتها يعني، لا لازم بتشوف الأول خالص الفرصة اللي جات لك ديت هي مع الوقت قدرت توصلك لفين، وصلتك ليه من خلال آخر حاجة أنت وصلت لها تبتدي تاخد قرارك. لكن هي الغنوة نزلت مش معناه أنها هيبقى في إنتاج وفي حاجات بتحصل وقتها بسرعة، لا مش وقتها، وبعد ما خدنا فيدباك ونجاح قبل ما الدنيا تهدى يكون عندي حاجه تانية. ما هي برضو انا كان نفسي اعمل كده، بس هي مش واقفه عليا لوحدي. لا انا بتكلم اجمالا. لا اجمالا هما اللي يقولوا. انا بالنسبه لي انا جاهز، لان انا شايف، ما اعرفش هل تتفق ولا تختلف معايا، ان التاريخ المصري القديم ما خدش حقه فنيا كما يجب. والله بقى سينما بقى تلفزيون مسرح غنى احنا طول الوقت بنتكلم عنه، لكن فعليا ما بنعملش حاجه. المسؤولين على الحاجات دي هم اللي يجاوبوا. لكن انا بالنسبه للغنى او للمزيكا اول ما جت لي الفرصه على طول فكرت من وانا هناك في الاقصر قلت انا عايز اعمل الموضوع دوت. بس مش معنى ان انا قلت انا عايز اعمله عندي من الرغبه معناه ان الظروف هتبقى متاحه في نفس التوقيت ده علشان يتنفذ. فانا قاعد عمال بس عليه ومش سايبه يعني. انا بالنسبه لي بقى هو يعني التارجت نمبر 1 في حياتي دلوقتي ان انا اعمل الموضوع. انا بغني صوفي وبغني حاجات كتير يعني، مدارس شرقيه غير ان انا تخصصي غنى اوبرا اصلا، بس انا عامل فوكس على الحكايه ديت ان هو ازاي نقول بالمصري القديم والعربي الاثنين. بس كتابه العربي مش هتبقى اي عربي، لازم يكون المفردة فخيمة عشان تقدر لما تسمع العربي تحس بفخامة الزمن اللي عدى ده، أو فخامة مش كلمة عادية، لا لازم تكون كلمة مفردة تقيلة فيها شوية عمق وفيها شوية فلسفة، لأن هو الموضوع ده رايح لناس هي بتحبه. مع الوقت مع الوقت ممكن بقية الناس تحبه، أتمنى يعني، بس هو لازم يتقدم بالشكل الفخيم في الأول علشان يبقى ظابط وشبه الحضارة. ما هي الحضارة هي فخامة يعني. انا حسيت حتى لما اتفرجت على المشروع على الحفل اللي هو اخيرا اتعملت، لان برضه كان المفروض يحصل من زمان. يعني احنا برضه يعني متاخرين وبعدين وقفنا شويتين. فطول الوقت انا شايف ان الحضاره المصريه القديمه ما تقدمتش فنيا كما يجب. انت عندك فن طول عمرك، عندك فن، واهم سلاح عندك الفن. ما هو ده علشان يعني ليه اجابه عليه. اي عمل فني بيبقى عباره عن منتج بينتجه في الاخر يعني، بعد الاختيار وبعد الكواليتي اللي هتتقدم في مفردات هذا العمل من كلام ومن لحن ومن توزيع، هو في الاخر منتج بيقوم بانتاج هذا العمل، وهو اللي بيماركت له علشان الناس تشوفه. دايما المنتج بيبقى عايز حاجات اللي هي اللي الناس عايزها، بيبص ما بي بس ده اعتقد دور الدوله ماشي يعني. ايا كان بقى شكل او الكيان، لكن طول الوقت الجزء ما يخص التاريخ او يخص الوعي ده دور الدولة. طبيعي المنتج عاوز يكسب فبيلعب في المضمون بالزبط. لكن الحاجات اللي بنتكلم فيها على وعي، على ثقافة، على تاريخ، فعلا ده دور الدولة. That's why أنا توجهت للدولة. رحت قابلت الدكتور مصطفى الوزيري والدكتور عمرو القاضي واتكلمنا، والحكاية جميلة جدا جدا، وأنا مستني يعني أنا جاهز بس يقولوا يلا يعني. حتى كمان كان في برنامج اسمه لغتنا القديمة. البرنامج ده برنامج مهم جدا، وكنت انا تعاقدت مع المتحدة ان انا اعمل التتر بتاعه. فانا عندي من الاستعداد ان انا اعمل اي شيء ليه علاقة بالمشروع دوت
تتر اغاني بتاعتي، امثل دور، امثل واغني، ما عنديش ادنى مشكله، لان الموضوع فعلا علشان اكون صريح حبيته. هو انا فعلا ما كانش في دماغي قبل كده، بس التجربه نفسها حببتني فيها. يعني ممكن تحتك بتجربه معينه تخليك تغير لك كل تفكيرك وخططك. بالظبط. فده اللي حصل بالظبط يعني بالنسبه لي في المشروع ده. مصر عليه جدا على فكره. والله اتمنى اشوف النور، لان بالفعل احنا التاريخ بتاعنا يستحق ان هو يتشاف باوجه مختلفه. جريد. وطالما الاغنيه او الحفل لقى صدى عند الناس، اذا الناس مستنيه ومتشوقه، واعتقد لما الاغنيه تنزل، اي اغنيه هتنزل بنفس المستوى برضه هتلاقي فيدباك عند الناس. عندي الصفحه الناس يعني في حاله مطالبه طول الوقت ان انا اعمل، بس للاسف هم مش بيبقوا فاهمين ان العمل بيبقى مش واقف عليا انا لوحدي، انا بغني، لكن العمل عشان يتعمل ده انتاج. الا لو انا منتج هبقى ساعتها انا لا خلاص يبقى التقصير من عندي، ما انا مش ناقصني حاجه، لكن انا مش منتج. صحيح، انت فرد في منظومه. بالظبط، ومنظومه كل حتايه فيها لو حاجه واحده وقفت بتوقف كل الحاجات، ولو حاجه واحده الكواليتي بتاعتها مش قد كده بتبوظ كل الحاجات. فانا عن نفسي والله جاهز وحابب جدا 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 ان انا اكمل. انا عامله مشروع، مش بتكلم عن غنوه او غنوتين، ان انا بقول هتكلم عن حاجات كتير جدا. مشروع ممتد. اكيد كان عندنا مواضيع كتير جدا جدا ومتخصصين في هذا الموضوع. يعني الدكتور مصطفى الوزيري قعد كلمني عن حاجات 3 ساعات بيقول لي على مواضيع. ده الواحد علشان يعمل اغاني في المواضيع اللي قالها له دي ولا 30 40 غنوه. ايوه، هو لازم مشروع متكامل. لا، والسرد اللي هو سرده في في في, في كم المواضيع والفرايتي اللي في المواضيع، لا ده يحصل حاجات كتير جدا جدا جدا. برضو هي ايه، انا في الاخر برضو مغني، المواضيع نفسها لازم هاخدها من المتخصصين، وبعد ما اخدها هاخد نطقها وترجمتها، وعلشان العربي بتاعها يتكتب كويس. انا ضامن ان العربي يتكتب، لان هناء يوسف لما بتيجي تكتب شديده وتقيله كمان في الحاجات اللي هي الصوفيه. عامله لي عملين صوفيين، كان غنوه اسمها مدد يا الله، كانت في مسلسل الحلم للمخرج الاستاذ حسني صالح. بالظبط، كان الاستاذ صابرين والاستاذ محمد رياض والاستاذ كمال ابو رايه. كمال ابو رايه وانوشكا و ايوه فريشاوي. ما انا عامل غنوه بقى اللي هي جوه، اللي هي لما دخلت وشافت الناس بتذكر بتاعك، كنت عامل دي كلمات هناء يوسف. وفي برضه تتر اسمه مسلسل اسمه بيت الشده بتاع الاستاذه وفاء عامر، اخراج وسام المدني. فهي بتكتب في الصوفيه بشعه، واكتشفت ان هي بتكتب في الوطني برضه بشعه جدا يعني قويه. التراك اللي احنا سمعناه من شويه اللي هو بتاع اقدم جيوش الارض، هو برضه من كلامها. فحابب جدا ان انا اهتم بالتاريخ، وحابب ان انا اهتم يعني بالحاجات الجميله اللي ليها علاقه بمصر، بس عايز مصر تساعدني. ارجوكم. اتمنى يعني. انا كمان والله اتمنى يعني، لان هو تاريخنا لو احنا ما خدناهوش منها يكتبوا يعني، مش عارف، او هندي فرصه للاخرين زي ما حصل في الافرو سنتريك وكل الاسرائيليات والكلام الفاضي ده. بقى مازال بقى كبير ملوش لازمه، عشان احنا مش اكتف زياده. بصراحه يعني هتسيبه لعدوك هيكتبه بمزاجه، هيبقى عندك ازمه انك تكذب الزيف ده. بالظبط، فانت الكره في ملعبك، وهتلاقي كل شويه برضو مكان جديد او بلد تانية بتقول لك ان الحكايه دي بتاعتنا، ويقعدوا برضو يحطوا وششهم هم على نفس الموضوع. وانت هتسكت. بالظبط. حاجة ذكرت ان انت كمان بتغني صوفي في الفترة الاخيرة، بدأ يروح الاتجاه للغنى الصوفي، ولما بيطلع بياخد سكسي وبياخد نجاح كويس. شايف هالموضوع هيبقى مثلا حاجة جديدة بتاخد وقتها، ولا ممكن يبقى اتجاهها جاي بعد كده؟ احنا شفنا الفاشني عامل شغل كويس وائل تمام، جميل جدا جدا جدا، ومحمود ياسين التهامي في الحتة دي برضو. طبعا هو وائل حلوين جدا بصراحة. اتجاه ليه ناس وليه شريحة كويس. بس هناخد بالنا ان الشريحة دي مع الوقت في جنريشن بتطلع تانية. تتأثر بالحاجات التانية، والجنريشن القديم مع الوقت برضو يا اعمار هينشغل بحاجات والدنيا هتلهي وكده. فعلشان يكون المشاريع الصوفية دي دايما موجودة، لازم يكون في اماكن اكتر من كده بتستوعب النوع ده من الحفلات، والاماكن اللي بتذيع الحفلات ديت يكون عندها من الدرايه ازاي تماركت للحاجات ديت. ما يبقاش المطرب يحاول، اللي هو اللي بيجيب الفرقه، انت بتدرك، وهو اللي بيجيب الساوند سيستم ومهندس الصوت ويجيب الناس، امال المكان بيعمل ايه؟ طب ما نعمله في اي مكان، فاهمني؟ فالاماكن اماكن كتيره وجميله،
وبيليق فيها الحاجات ديت الغنى الصوفي بالذات يعني. بس محتاج يدار بشكل افضل جدا، محتاج يدار بشكل افضل بكتير، لان هم يعني عشان اكون صريح انا ببذل مجهود وبدفع من جيبي في الحفله والمكان بيبقى مليان. طب ناقص اعمل ايه يعني؟ هي الناس حبه، الناس برضو يعني هو المكان لو بيعمل ماركتينج كويس عدد الناس هيزيد، وفيما بعد سعر التيكت هتبقى افضل، بحيث ان ما يبقاش الواحد بيغني وبيدفع فلوس من جيبه برضه. ما انا يعني انا بشتغل دي شغلانه مش لازم ابقى مليونير من خلالها، ولكن مش لازم ابقى شحات برضه من خلالها. انا عايز انجح واكسب يعني، مش عايز اشحت. مش لازم اكسب يعني، بس يعني لازم يتحط الحد المناسب في المكان المناسب علشان يديره كويس، ونشوف الحاجات النواقص اللي هي ممكن تبقى شكلها تكاد تكون شكلها سهلة، ما احنا بنحط على الصفحة بتاعت المكان. طب ما انت صفحة المكان ده كم حد بيشوفها؟ ده انت حتى لو عندك اصحاب اللي شغالين في المكان بس، ده انت لو عندك عليها 2 مليون، هو انت لما تيجي عندك صفحة عليها 2 مليون وهتحط بوست، ال 2 مليون هيشوفوا ده ولا 10,000؟ ده لو انت كمان صفحتك طول الوقت فيها عليها يعني زخم. فلازم، لا بتحصل حاجه، لازم يكون في ماركتنج بجد، ولازم الحاجات دي تبقى سبونسرد ومدفوع عليها علشان الناس تاخد خبر. طب خلوا الناس كلها تاخد خبر وتقول عز دم وتقيل مش رايحين له، بس ياخدوا الخبر. عرفنا حاجه بس يجي لهم الخبر، لكن احنا هنا بنعمل حاجه والناس ما بتعرفش عنها حاجه. تحس ان احنا يعني موظف قاعد بيعمل شغل غصب عنه ومش حابه سيبانه خلاص. ما ده عشان نقوله ليه هو بيعمل كده، هنروح بقى السيكونس احنا ملناش دعوه بيه، خلاص هم كده بس، احنا قاعدين بنتكلم اهو بالعربي، واللي يسمعنا المفروض يستفاد من الكلام. احنا اللي بنشغل الشغلانه ديت، بليز لما هنيجي نعمل حفله في المكان المهم ده، بليز المكان المهم ده لو يعني مش بلاش تديني اي دعم، بس خلي الناس تعرف ان عندي حفله في المكان دوت. اعمل الدعايه ده ليك وليا يعني. بالظبط، يقول لك لا انت اعمل انت وانت اعمل، بضطر اعمل انا وبضطر اكلف انا. تمام، بس بيجي في الاخر برضو سعر التيكت ما توتالي ما بتساويش اللي عندي فرقه ما بترحمش. هو لهمش دعوه، عايزين يشتغل. لا فرقتنا، لا هم اصحابي بصراحه، انا بهزر، هم ما بيرحموش اصحابي يعني ناس. لا بشكل عام انا مش جاي عشان خاطر انا اللي امال المكان ده بيعمل ايه، طب ما انا اروح اغني في اي مكان واجر بقى واكمل لوحدي يعني. بالظبط. لا وبعدين هقول لسعادتك على حاجه، ما هو برضو اختيار انا اخترته بكيفي وبمزاجي، ان انا عايز اعمل شيء ليه قيمه في وقت وفي مكان، الحاجات اللي ليها قيمه ملهاش زبون، زبونها قليل، الحاجات التانية زبونها كتير. ده طول الوقت على فكره. بالظبط، انت واخد بالك عشان نبقى واضحين. فانت حط نفسك مكاني، هتلاقي نفسك عمال بتحرت وبتنفخ في قربه. لا انت بتنفخ مفيش قربه. كمان يعني في الهواء. بس عزائي الوحيد ان انا بعمل اللي انا عايز اعمله، اللي مقتنع بيه واللي انا مؤمن بيه، اللي انا هتحاسب عليه. يعني ايه مؤمن بكذا وبروح اعمل كذا غير؟ هتحاسب كده مزيف يعني، فاهمني؟ فمضطر اتحمل واعمل خساره جهدي بحيث ان انا اوصل، واللي يحصل بقى بتاع ربنا. بس لكن فيما انا مكلف فيه ومخير فيه بحاول اتحرى الدقه فيه بحيث ان انا ابقى يعني قدها، اللي ربنا بقى يعمله دي حاجه بقى بتاعته يعني. غنى الراب كان لفتره، انت ذكرت الشاب نامي وشاب خالد. الراي 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 الراب حاجه ثانيه. الراي خد فتره وكان واصل في مصر، وبعد كده يمكن لان ما طلعش حد بعد الشاب خالد والشاب مامي فالدنيا هدت شويه. الراب جاء طلع عندنا، وانت احمد مكي كان بيغني بشكل معين وكان شكل لطيف وبحقق نجاح. الحاجات دي مش بتوصل عن هلا انها مش بتاعتنا، مش بتوصل ايه، مش بتوصل بالشكل الكافي عندنا، بيبقى دايما جمهورها زي ما تقول كده خاصه الخاصه. تمام، هل سوى ان مفيش استمراريه، ولا لان هي مش شبهنا قوي، احنا عايزين حاجه بتاعتنا؟ هي كانت في فترة معينة كانت مش هنقول شبهنا بس كنا حبنا. ما هي هو توقيت أنا فاكره كويس جدا جدا، تسعينات يعني تقريبا حاجة كده. التسعينات بداية الألفية تقدر تقول. مثلا بما أن أنا بحب أغاني راي، فكان زبون الراي موجود لحد مثلا سنة 2009-2010 يعني. أنا كان ساعتها معايا فرقة اسمها صحرة، والفرقة دي من اللي بتقول راي، ولما حتى عملنا ألبوم بكلامه عادي مصري، فكان حتى هو مصري كان شبه الراي، وكان لينا زبون وكان بيبقى مطلوب، وكانت حاجه حلوه جدا جدا. تمام، جينا بعد الثوره ابتدى يبقى فيه نوع اغاني تاني. انا سنه 2011 حسيت ان في نوع مزيكا طالع جديد، هو نوع المزيكا الوحيد اللي بيترقص عليه بالسلاح
وبتشرب عليه حاجات مشروبات روحيه تمام. فروحت للدكتور عماد ابو غازي كان هو ساعتها وزير الثقافه تمام، وقلت له الحق في حاجات طالعه غريبه جدا جدا، يعني اشمعنى النوع ده من المزيكا هو اللي الناس بترقص عليه بالسلاح؟ ما شفتش حد بيرقص مثلا كده بسلاح على غنوه لمحمد منير او لعمرو دياب. قلت له طبعا حاجه شكلها غريب جدا، لان كمان اطفال بتعمل كده، ستات بتعمل كده في كل الاماكن اللي هي برضو اللي هي قلب البلد قوي، يعني في الحواري في الافراح، في حنة مش عارف ايه، في حاجات دي، حنة وتنجيد وخطوبة وكده، اي هيصة تمام ماشي. ما احنا قلنا في ناس بتقول كلام طعمه هنقول بلدي بطريقة بلدي، الناس حبته، ابتدى هو نفس المزيكا دي لما تروح فرح بنت الوزير او السفير برضو بيتعمل. طيب اوكي، احنا ما عندناش زرار ندوس عليه نقول الناس تسمع او ما تسمعش، كل واحد يسمع اللي هو عايزه، بس يبقى في شانل تانية الناس في كان في الوقت ده لحد قريب كده اللي هو بيسموه الاندر جراوند ميوزك هنا في مصر، فرق كتير وفي منها بقت دلوقتي خلاص بقت عالميه زي مسار اجباري، زي وسط البلد، كايروكي، بلاك تيما، وعمل شويه ومشيت دول كانوا اصلا اندر جراوند ميوزك. وبعد كده كل واحد راح في حته كبروا بقوا خلاص بقوا يعني خلاص ما بقوش اندر جراوند، يعني هم مش لسه دلوقتي مش محتاجين يعملوا الحفلات اللي هي من النوعيه ديت، ولا المنتج اللي هو يطلعهم من الحته دي، هم خلاص طلعوا بلاك تيما لسه محافظ شويه. ايه ده؟ بلاك تيما شويه محافظ وسط البلد لما كانت موجوده. لا مسار اجباري كمان هاني ده حاجه جميله جدا يعني. وكاريوكي بس برضو كاريوكي بدات فكان ساعتها في 2011 بقول له بقى الفرق اللي هي من النوعيه ديت يا ريت ان نلاقي بقى فرصه ان احنا نقول تتشاف في الاوبرا وغير الاوبرا وبتاع، يبقى زي ما الحاجات التانية الغريبة اللي بتطلع ديت احنا مش هنلاقينا مستنفذ غير الاماكن اللي هي تبع وزارة الثقافة، مش هنغني فرح وتنجيد بالظبط كده. فكان ساعتها طبعا الامور كانت مش مستقرة ما كانش ينفع ان يحصل فوكس على الاتجاه ده، وانا جمعت الفرق كلها يعني او اكتر الفرق اللي في الوقت ده علشان احنا عايزين نبقى زي رابطة وبتاع، احنا الناس اللي ايه بنعمل حاجات مالهاش علاقة بالمخدرات ولا المطاوي، لذلك عايزين نعمل كلمة جميلة مزيكا لطيفة برضو نبقى موجودين جنب الحاجات ديت. وكانت الحاجات دي كانت لسه ما انتشرتش برضو، يعني كان ساعتها لو هم كانوا موجودين بجد كنت هتلاقي غنوة للمهرجان مع او ضد الثورة، ما كانش في حاجة زي كده، كان لسه بيبتدوا. لا هم بره الحدث اصلا يعني بالظبط، يعني هي الدماغ اللي بتعمل استحالة هكون مع او ضد، هي في حتة تانية خالص يعني. بس هما دلوقتي ليهم شرعية، هما دلوقتي شبه الناس، وكمان على فكرة هما انتشروا برضو بطريقة غريبة، يعني كان دايما لما اقعد مع حد يتكلم يقول اصل هما الناس ما لقوش غير ده يسمعوه فعلشان كده تأثروا بيه. لا هما بالصدفة شبه ان الجينيريشن اللي جت بعد الثورة اللي هما الفانيلا والمطوة ومش اللي هما مالين الشوارع، فكان التوك توك هو الموصل الجيد لنوع المزيكا دي على فكره، المتحدث الرسمي. لان زبون الغنوه دي ما كانش في الوقت ده مهتم بالنت، مش اونلاين، لا فاهم، زبونه ما بره الحكايه دي، هي فلاشه في التوك توك وتمام بالظبط كده. فهو مشروع شبه الناس خلاص، والناس حبته خلاص، تمام التمام جدا جدا، بس اختيارهم ويحترم بغض النظر عن اي سلبيات، يحترم يعني. جدا جدا، والناس اللي بتعمل الحاجات دي انا عن نفسي بحترمها جدا جدا، لان هم راعوا ربنا في الحكايه. نجح فداسوا جدا جدا وما زالوا ناجحين، وحفلات بره مصر في اوروبا وفي امريكا. ربنا يديهم ربنا يديهم ما عنديش مشكله، بس عندي مشكله ان في ناس ثانيه عندها حاجات ثانيه ومش عارفه تعمل حاجه. والمفروض ان في جهات معينه تتبنى الحاجات اللي هي المهمه ديت. انا مش عايز منك تحارب اتجاه، بس ادعم اتجاه اخر. بالظبط، ونحاربه ليه؟ ما هو مش ليه زبون خلاص، طبيعي، والناس هي اللي اختارت. بالظبط. لا لو هنحارب مش هنحارب، بس ممكن نقنن حكايه بعض الاغاني بتستخدم الفاظ مش الالفاظ خارجة شوية. مش الالفاظ بس كمان، يعني الالحان طبعا مسروقه، دي قصه كمان. لا ولا كده. انا تحفظي الاول يمكن قبل الكلام كمان، طبعا الكلام الخارج ده ما يصحش، طريقه نطق اللي بيغني، الاكسنت، ما هي شبه الحاله. لا احنا كناش بنتكلم كده، ما كناش بنتكلم بال في كده، انا قتل قتلة وانا بغني انا كده. طب ليه؟ طب ما غني زي ما بنتكلم عادي والله، قول اللي انت عايزه. مش هيبقى شبه الاغنيه. طب هو النسق ده يعني ليه؟ لا هو النسق كله ما هو على بعضه ماشي. طب انا ابني ليه صغير لما يسمع ده يجي يتكلم معايا كده يعني؟ لا ده تأثر تاني. بس خد بالك كمان ان هو مش مطلوب يبقى صوته حلو، ان هو ما بيغنيش اصلا، هو بيقول كلام مش منمق على مزيكا، مش منمقه في دوشه في هيصه،
ففي النص مش مطلوب اصله حلو. هو اصل هو الـ 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 النوع ده من هسميه القالب او الاغنيه دي البطل فيها هو الريتم والطوره. اه لو شلت صوت المغني اصلا هتكمل عادي هترقص برضه. اه فاهمني؟ هي انا بشوفها كده الحكايه دي عامله زي ايه؟ لو في كاوتش عربيه ضرب جنبك هتلاقي جسمك بيتهز. هي نفس الكونسبت على فكره، هم بيعملوا ارتام بسرعات معينه وباصوات معينه متعشقه بتفاعيل معينه. صوت الطوره هي البطل فيها مع الدم بتاعتهم هتحرك الجن. انا وانا ممكن بحب... اللي بيتحرك على فكره ما بقاش فاهم الكلام، مش لازم هو مش سامعه لانه لا وسامع بس مش فاهم ايه اللي بيتقال بالظبط. هي الصوت... حاله، هي حاله مركبه في بعضها، لازم تحرك اي حاجه، تحرك الحجر خلاص ماشي تمام. هي عجبته طبعا، الف الف مليون مبروك ويا رب يستمر من هنا لحد يوم القيامه. بس الناس التانية بقى تعمل ايه بقى؟ وحق جدعان على رأيهم. مش عارف انا هيبقى صح ولا غلط لو قلت ان هم خدوا مساحة لما بدأ الغنى الشعبي، الشعبي اللي بجد يتراجع لورا. يعني بعد ما حصل الأسمر طبعا، وده عالم من أعلام الغنى الشعبي وعدوية و اللي كبر في السن، اللي تقاعد، اللي توفى، حكيم عمل عالمي وبدأ شغله يقل، الليسي بيغني بشكل معين في إطار معين برضو الأفراح والسينما وكده، فالشريحه دي ما لقيتش غنى او ما لقيتش نفسها في الغنى ده. طبعا هم كده كده بعيد عن عمرو منير وتامر وحماقي، مش قصتهم. فطلع بقى النوع من الاغاني المهرجانات هو اللي ملا او سد الفراغ ما بين الشعبي وبين اللي هم عاوزينه. ممكن هو في الجاب اللي حصل ما بين تاخر الغنى الشعبي، بس في ناس دلوقتي على فكره بقى بتعمل، يعني ده اللي شافي غليلي بصراحه، ان في ناس بتغني شعبي حلو قوي زي رضا البحراوي، الليسي. انا راضي جدا جدا ان يكون الغنى الشعبي بالطريقه دي، ناس اصواتها حلوه وبتنقي كلمه حلوه ولحن حلو ومزيكا حلو وبيغنوا صح. جدا جدا جدا. عشان كده لما البحراوي طلع كسر الدنيا. لان كانت الدنيا فعلا الدنيا فاضيه. هو ليه حق، مش لا مش علشان الدنيا، هو ليه حق لان هو كمان صوته حلو قوي ومغني حلو قوي الله يكرمه يعني. يعني يعجبني جدا. واحمد سعد استاذ كبير، بهاء سلطان، في ناس لا عامله حاجات حلوه قوي 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 واساتذه كبار بصراحه ربنا. ولكن هنرجع لنفس المرجوع برضو لحته ان انا عندي غنوة وطنية ما حصلتش ونفسي ان تتعمل في مناسبة او 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 انا بعاني جدا 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 ان انا نفسي اوصلها لحد من يعني من المسؤولين على الحكاية ديت اسمعوها. انا واثق انها هتبقى حاجة، هتبقى حاجة بتاعت مصر يعني. كلامها كلام قوي جدا جدا ومعبر جدا جدا ولحنها لحن كويس، هي بس محتاجة تنتج بجد. بما اني برضو بقول انا مش منتج، انا لو منتج والله كنت عملتها من زمان وكنت صورتها وكنت كل حاجه، كنت اهديتها بعد كده بالظبط. ولكن انا مش منتج، فمحتاج الناس اللي هم المتخصصين في الحكايه دي يسمعوا الحاجات دي لان حاجه مهمه وهتفرق. فاهمني؟ حد مكاني كان زماني بغني زي ما الناس بتغني وعندي فلوس كويس والله، بس انا حابب اعمل حاجه يعني تبقى لها معنى بجد، يعني مختلفه مختلفة وليها معنى وليها يعني هتسأل عنها ان انا قضيت حياتي في حاجة ذو قيمة. يعني بالظبط زي ما قلنا في الاول، اعتقد ان هي مشكلة الفن في ادارته، الموضوع يمشي عشوائي كل واحد وايه وشطارته، او في النص يكابل ويرجع يعرف يوصل ما يعرف يوصل، ما فيش كيان او مؤسسة او حد داعم لنوع معين من الفن او التجارب المختلفة سواء الوطنية او المصرية القديمة. المشروعات دي محتاجه داعم ليها لانها مش تجاريه. بالظبط. يعني مثلا مشروع زي المشروع بتاع المشروع المصري القديم بتاعي ده محتاج لجهه حكوميه، لان احنا بنتكلم عن حاجات ليها علاقه بالظبط عن تاريخ حلو. ولكن هنرجع لكونسبت ان هو ايه فكره الانتاج عامه بقى بعيد عن موضوع الغنى المصري القديم في المطلق. ما بقاش اصلا موجود منتج ليه؟ علشان طبيعه الحياه اللي احنا عايشينها اي حد بيجي له فكره بيمسك الموبايل بتاعه وبيغنيها حطها على اليوتيوب وكل ما كانت سيئه وكل ما كان الكواليتي بتاعها متدني كل ما كانت الناس شافتها. والمشكله الكبيره ايه بقى؟ ان بعد ما الحاجه بتبقى، انا اسف وهكون صريح وانا مسؤول عن كلامي، كل ما كانت متدنيه وقبيحه كل ما كانت الناس عندها من التطلع تشوف ايه ده، يعني عندها حب استطلاع، فيقوم يبقى عليها زخم ويبقى عليها رقم كبير كفيوز. تيجي بقى القنوات الفضائية الكبيرة، تعالوا انتوا تديهم شهادة ان انتوا تمام وموجودين، فبقوا موجودين في الحياة الفيرتشوال وموجودين في الحياة بتاعتنا على الارض. في ناس طالعة دلوقتي انا بستغرب جدا جدا، ومش هتكلم في ارزاق، انا بتكلم في كونسبت وبتكلم في ان في يعني
ازاي احنا كقنوات مسؤولة اخد اشباه الفنانين واعمل منهم نجوم وبروزهم علشان استفيد من الفيورز بتاعتهم ومتابعينه فييجوا معايا. طب انت ده انت الاعلام نفسه انت بتستغل حاجه زي كده علشان خاطر انت عايز انت كاعلام عايز يتعمل عنك ماركتنج يعني انت واخد بالك. لا بصراحه واجيب الاشباه دول احطهم في فيلم ولا في مسلسل علشان برضو استفيد من شعبيتهم. انا كده ايقنت وبصمت ان هم نجوم. خلينا نروح لمرحله مهمه كده في مشوارك الموسيقار فتحي سلامه. اعتقد هو يعني ليه محطه او ليه جزء في مشوارك في بدايتك في شغلك معاه. ده اهم مرحله اهم مرحله. استاذ فتحي سلامه ده اللي اتعلمت منه مزيكا وليه فضل عليا في حاجات مهمه جدا تكنيكال جوه الغنى يعني. هو اللي علمني ازاي ارتجل يعني. كنت زمان اصلا الحكايه هي ابتدت ازاي. انا كنت مع فرقه محمد عبد الوهاب للموسيقى العربيه قياده الدكتور ادريس فرور. وكان ساعتها انا في بخلص اعدادي التربيه الموسيقيه كان عندنا حفله في المركز الثقافي الفرنسي. كنت ساعتها بغني غنوه اسمها لموني اللي غاروا مني وقبلها كده موال ومش عارف ايه. فخلصت وبتاع ولقيت حد جاي بيقول لي استاذ فتحي سلام عايزك. انا ما صدقتش طبعا. رحت لقيته هو فعلا وبتاع وقال لي انا عايز اشوفك. وابتدينا ان احنا ايه نسجل مع بعض. كان ساعتها بيعمل البوم اسمه شرقيات ولي مانياكس مع فرقه سويسري. هو عامل التوزيع كله. المزيكا اتجنن. وسجلت معاه تراك اسمه شادي كنت بقول فيه يا من هواه اعزه واذلني. مزيكا خرافيه. ابتديت اشوف ناس ما شفتهاش قبل كده واسمع مزيكا مش شبه اي مزيكا سمعتها ولا هسمعها. استاذ كبير جدا 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 يعني. هو اول عربي اخذ جرامي. وكل الناس اللي بتلعب مزيكا مختلفه في مصر هو الاستاذ بالنسبه لهم. كلنا اتعلمنا منه يعني ايه مزيكا بصراحه يعني. فلا يعني هي محطه كانت واخده وقت كبير وتعلمت منها كتير. ده استاذ كبير استاذ فتحي سلامه طبعا. بس انا طبعا انا عارف قيمه الموسيقار فتحي سلامه لكنه اعلاميا ومع الجمهور هو بعيد شويه يعني. مش كل الناس عارفه اهميه فتحي سلامه في الوسط الغنائي. هل تقصير منه انه لا. بعيد عن الاعلام ولا دايما احنا بنبص للمطرب هو اللي في الصف الاول وما نعرفش اللي في الخلفيات؟ لا هي الاعمال اللي بتطرح في الـ في الـ في السنين اللي عدت دي اعمال ليها طبيعه زي ما احنا اتكلمنا من شويه ان مزيكا معينه وليها زبون. الناس اللي بتعملها لا مش هم استاذ فتحي سلامه. استاذ فتحي سلامه مثقف مبدع. انا عارف حتى في بدايه الالفيه كنت هتلاقي لما طلعت مثلا المزيكا البوب اللي اتزعمها حميد الشاعري وجيله كنت هتلاقي برضه فتحي هو موجود من قبل لكن كمان. هو قبلهم بس مش متشاف او الناس مش واصل لها قيمه فتحي سلامه. امتى ساعتها ولا بتقصد ساعتها وما بعدها؟ لا ساعتها كان لا ده ازاي ده ساعتها كان ده هو كان عامل اهم الاغاني لاهم المطربين ساعتها يعني عمرو دياب او مدحت صالح او منير او انوشكا ومنى عبد الغني ومن ومع ذلك لن تتذكر مين تذكر اسامي علي الحجار كمان يعني صلينا الفجر فين مثلا حاجات انت واخد بالك. وكان ساعتها لا بفرقه شرقيات كان عامل هو البوم بتاعه كان من انتاجه وهو شركه اسمها ديجيتك تقريبا شركه الماني. لا كان منتشر ولحد قريب. بس الدنيا بتتغير والزبون بيتغير وفي ناس بتطلع ولكن لا هو كان وسوف يظل هو راجل استاذ كبير علامه مهمه في تاريخ المزيكا حقيقي يعني. عشان كده انا حبيت اذكره لان انا شايف ان الراجل قيمه مستحق تتشاف اكتر من كده. هو بص انا بشوف ان الحاجه القيمه بجد حلوه قوي ان الناس اللي بتفهم فيها هي اللي تشوفها. فاهمني؟ يعني انا لو بتاجر في الالماز انا يكفيني. لو عدد الناس اللي بتشتري الحاجات مليون والبتوع اللي بيفهموا في الالماز هم 100 انا يكفيني ال 100 بس يكونوا فاهمين مدى قيمه اللي انا بقدمه. هي برضو طب ما انا ممكن اعمل اي حاجه وتنتشر يعني. دلوقتي للاسف ما اعرفش ليه يعني الذوق العام متعطش للحاجات اللي هي مش عايز اقول ما فيهاش قيمه فجاه مثلا يعني ما فيهاش تطريز ما فيهاش حبكه ما فيهاش كواليتي
بين الناشا اللي هو اللي ايه عارف زي كده لما تيجي تقارن ما بين جهاز ياباني اصلي والبتاع ابو 2 جنيه ونص بقينا. وعلى فكره مش فكره كمان السعر، لا انت ممكن ابو 2 جنيه ونص ده تجيبه 100 مره وتدفع فيه. ده انت لو كنت جبت الياباني كنت هتدفع نص اللي انت دفعته في كم الحاجات الصيني دي. ولكن بقى في تعطش ليه ما هو فيك غريب. انا اعتقد ده جزء منه دور الاعلام، زي ما احنا قلنا من شويه ان انا بجيب مش عارف اللي بتعمل كفته جوه اوضه النوم واطلع اخليها ضيف في البرنامج، ان مش عارف اللي بيجي ورا معزه في الشارع فاجيبه احطه في فيلم. ايوه فانا طول الوقت انا اللي ببروز القبيح ده، فالناس اعتادته وحبته. اه وحبته. انا ما اعرفش اقول ليه بقى اللي بيحصل ده. ده انا بالنسبه لي انا علامه استفهام وتعجب قد كده. قصر نظر لان انا ايه طمعان في الكام مليون اللي ورا هذا الشيء فيجي وهو وهم معاه. ده انت الاعلام، انت عملت ايه بقى تاثيرها اسوأ. ده انت الاعلام، انت مش محتاج حد يماركت، ده انت اللي بتماركت. ده انت اللي انت اللي المفروض تعمل التوازن وتجيب ذو قيمه تبروزه، والقيمه السيئه والمتابعه مش قيمه الشيء القبيح ده تتجاهله او تحذر منه. لكن انت الايه اتعكست ده مش كويس. انت كده انت بتقلب الموازين عن قصد وتخلي الناس تعتاد ده، وممكن تقلده طالما ناجح اهو. بالظبط ده طالع يعني في البرنامج واخد فلوس عشان يظهر في برنامج، بقى موجود على الارض وبقى موجود على الحياه الفيرتشوال بتاعه النت. وليه سعر. بس هو انا منطقي ان انا افتح التلفزيون الاقي ضيف في برنامج علشان بيقلد منير، وضيف علشان بيقلد رمضان، يعني ايه القيمه اللي بيعملها انه بيقلد منير او شبه عادل امام او شبه رمضان؟ بصراحه انا بقول شبه رجع وضع لك ايه ده في ايه. انا عن نفسي انا مش عارف ده بيحصل ليه، والله العظيم عارف. هو بس هو يمكن علشان زي ما سعادتك قلت ان هو الجهاز اللي هو المفروض ان هو بيماركت للحاجات هو عايز يتماركت له. فبيجيب الناس ديت علشان عندها فيوز. طب ما هو معنى كده يعني اي حاجه هتحصل ده انا اجيب منير اقيم. المفروض يعني واحد كل دوره في الحياه انه بيقلد حركات منير وبيعيب على منير وفي الخلفيه صوت منير. طب انا ما اخلي صوت منير وخلاص، يعني ده الاهم. ده بالنسبه لي طلسم. انا مش عارف والله. انا ما اعرفش ازاي بيحصل ليه. يعني انا واحد دوره ان انا شبه يعني قيمته في الحياه انه شبيه رشدي اباظه، فندمج ان يكلمه عن رشدي اباظه على اعتبار ان هو معاه تاريخ رشدي اباظه. طب الناس بتقابلك في الشارع وتبدا تعمل حلقه وحكايه وحدوته لمجرد ان هو اتولد في شبه، هو مش شبهه، في ملامح منه، فيتحول لنجم لانه شبه نجم. طب هنقول الراجل ده يعني ايه القيمة؟ على وجه الخصوص حتى الراجل هو شبه رشدي اباظه او شبهه بس ما بيعملش حاجه، مش هنقدر نقول عليه شخص عمل حاجه. لكن التانيين انا بتكلم على الاعلام نفسه مش هم. هم ليهم احترامهم. وانا بتكلم الاعلام انت بتقدم ايه وليه؟ صدقني مش عارف ومستغرب ومستاء حقيقي بجد. يعني ما يعني انت بتعمل كده علشان ايه الهدف غير ان انت عايز تتشاف على حس جمهور النازل؟ لا شيء بصراحه ربنا مش لطيف خالص. وكمان اشوفه بيحيي افراح بصوت منير. ايه العبث ده يا جدعان؟ انا اقول لك انا يعني العبث. طب انا شغل دي جي منير وخلاص، يعني اعمل اي حاجه تانية الا كده اي حاجه. يعني انتوا والراجل بتسترزقوا من منير. بالظبط. والراجل سايبه بمزاجه على فكره، هو ما يسيبهمش. لا ما يسيبهمش بقى والله. المفروض ما يسيبهمش لانه بيشغل الاغنيه بيشغل صوت منير. طب ويا ريت حتى لو افترضنا ان في حد شبه حد على الاقل يكون حتى عنده نسبه من قبوله. مش ما دي ما فيهاش شبه بقى. انا بقول لك اهو يعني حتى علشان حتى اتعاطف معاك يعني. لكن ما تبقاش يعني الموضوع راح في حته مش لطيفه. انا ببقى انا اسف لان انا اقوله انا ما ببقاش مرتاح وببقى مش عايز اقول متقزز. انا شايف حد بيحاول يقلد حد بمنتهى الرزاله. ممكن يبقى في حد شبه حد بس اهو لطيف. واللي بيقدم الناس ديت هو عارف قد ايه فعلا، لانه بيبان على فكره المذيع او المذيع هو قاعد بيبقى قاعد والله العظيم متقزز. روح كده شوف هتلاقي فلانه ولا فلانه بصله كده. طب انت عليكي منه بايه؟ جايبها على طول انه نكته. انت اتفاجئتي وانت قاعده في الانترفيو ان هو دمه تقيل، فباين انت قد ايه مستاء وقاعده كمان تحاكميه كمان. انت ما اكتشفتيش ده وانت قاعده، انت عارفه من قبل كده. طب مطلعه ليه؟
بقت تقاليها كده ملهاش لازمه، وبقت ما فيهاش من ما فيش كواليتي، ما فيش فكر، ما فيش حاجه كويسه. يعني انا بجد بجد ما بقتش فاهم. فتيجي تقول لي بقى تعمل مصري قديم وحضاره وبتاع، اقول لك طب هات حد شبه حد يغني على الله. يعني انا والله على الله يعني انا هتحلى هتحلى تتقلب بقى كوميديا وجيب حد شبه حد يغني معاك. بالظبط بالظبط بالظبط. بتتقبل النقد لو الجمهور او بعض او الاعلام او الصحافه بدا يتدخل في اختياراتك الشخصيه في اللبس في الاكسسوارز في الحاجات دي كلها؟ لان من فتره حصل كلام عارف طبعا عارف طبعا على حفله كبيره جدا جدا يعني طبعا، وكان فيها شكوى وكان فيها نقابه وكان فيها حكايه يعني بتقبل الشكوى ولا النقد؟ بتقبل الاثنين قوي قوي يعني. هي يمكن كانت الشكوى علشان تصريح تمام اللي هو ان الحلق مش حلال او حاجه كده يعني تمام. انا اقدر اتكلم، بس انا ساعتها الموضوع في 4-5 ايام بقى فيه بتاجي 4.5 مليون فيو، وفيهم بتاجي مثلا ايه 50,000 شتيم. انا ما عديتهمش كلهم، بس كان كلها شتايم يعني. كان نفسي حد يقول بس دمهم زي العسل بجد يعني شتيم، يعني ناس جمال جدا جدا. لا ما هو حتى لما بيحب يشتم بيشتم بإفيه. ايوه اقول لك دمهم زي العسل. لا هي كانت فكره ايه ان وجهه نظري الشخصيه، انا شايف ان القران والاحاديث الشريفه او الاحاديث القدسيه هي نازله باللغه العربيه. وعلى قد ما انا فهمت ليا انا شفت ان في معنى معين، انا شايف الموضوع ده مش حرام. يعني ايه انا فهمتها كده، انا حر في نفسي، ده مش معناه ان انا بروج للبس الحكايه ديت. حتى ساعات انا بقول لهم هو انا بتاجر في الحلقان علشان عايز اروج للبس، لا عشان عندي مخزون من الحلقان عايز ابيعه مثلا يعني. هي موضوع شخصي جدا جدا، ومش انا الواحد اللي بعمل كده، هو بس انا هنا في مصر يمكن اول حد عمل كده. هات لي حد من 2014 مطرب عمل كده. يمكن كان الفيشاوي، احمد الفيشاوي كممثل، ومؤخرا عمرو كمطرب. تمام. ما فيش حد تاني كمغنيين؟ لا ما فيش غير عمرو مؤخرا بس. بالظبط. لا واحمد سعد كان عملها مره برضو ولما تهاجم رجع بقى. بالظبط. خاف. ما انا مش عارف بصراحه، لكن انا من 2014 لو حتى دخلت عندي على الصفحه بتاعتي ونزلت لحد 2014، التاريخ 2014 تقريبا انا بعمل الموضوع دوت. وحتى كمان يمكن هو مفتاح الحياه من 2014، من قبل موضوع الكباش على فكره. يعني مش عامل كده علشان انا غنيت اغاني مصري قديم او حاجه، هي بالصدفة ان انا بلبسه يمكن فعلا 2014. يعني شايف ان هو موضوع شخصي زيه زي الخاتم. ما هو شخصي، هو اللي اثار الكلام التصريح، مش هو نفسه، مش الحلق. يعني هو الآية. الآية لو كنت انت ما قلتهاش كان الموضوع ايه؟ ممكن عدى يعني. طيب انت عايزني دلوقتي اقولها عشان ما يعديش ولا لا. لا خالص يعني، لان انت في النهاية اي حد بيشتغل في الميديا، مطرب بقى، ممثل، فنان، نجم، طبيعي طول الوقت معرض للانتقاد واحيانا للهجوم يعني. يا هلا، ايه المشكله؟ ده حاجه جميله جدا جدا، خلي يتكلم يتكلم، وكل واحد بيعمل اللي هو عايزه في الاخر طالما مش بضر حد. يعني طالما ما بضرش حد، كل واحد حر في نفسه. الموضوع سهل خالص ولذيذ جدا جدا، ان كل واحد بيعمل اللي هو عايزه طالما ما بيضرش حد. ان الناس، طب ما الناس ليه ما اتكلمتش على عمرو دياب فعلا؟ صحيح الموضوع ده. هاجموه. ايه؟ اتهاجم ساعتها. بس برضه يعني ايه، عمرو عنده التراس وعنده سوشيال ميديا وعنده حكايه، فبيعرف يصد. تمام تمام تمام. انا كانت مشكلتي ساعتها فعلا مش في الحلقه على قد ما هو التصريح. ما هو برضه يعني كل واحد مسؤول عن اللي هو بيقوله، وربنا اللي بيحاسب. صحيح. فاهمني؟ بس موضوع الدين انت عارف الموضوع يبقى شاكك شويه عند الناس. تمام. بس لما اتسالت كان المفروض ان ارد. طب ارد اقول حقك طبعا. يعني ما يعني انا بقول اللي انا فهمته، ومش معنى ان انا فهمته بقول للناس يلا اعملوه. ده على قد انا بقول الحجه اللي هي مخليني يعني انا حتى كمان يعني بشوف، بقول لك ان هو حاجه يعني ايه، فكره ان انا ابقى لابس سلسله، ما الست بتلبس سلاسل وبتلبس خواتم والرجاله بتلبس، اشمعنى الحكايه ديت هي اللي مش فاهمها يعني. يعني انا نفسي مش عارف، اصلك انت كده بتقلد الستات. الله، طب ما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحط كحل وكان شعره طويل. دفر شعره. كان شعره طويل وكان بيحط كحل، هل كان ساعتها النبي كان عليه الصلاه والسلام كان قصد ان هو يتشبه بالستات زي لا، تشابهت الحاله يعني، زي ما هي الستات تلبس طرح والخليجيين كلهم بيلبسوا غطره وتحت تحتها طرحه، تشابهت لكن ما تشبهش.
عشان لما يجي يقولك انت كده تشبهت تشبهت يبقى انت عندك من النية ومن العزم ان انت بتعمل ده علشان عندك فكرة جواك ربنا هيحاسبك عليها. انا اعتقد في تفسير خاطئ هنا طبعا مش متخصص قوي بس التشبه دي كان مقصود بها السلوك اكتر من المظهر. ماشي ماشي الاثنين خد بالك يعني برضو السلوك لان المظهر بيتغير مع الزمن فانت ما تعرفش كانت مقصود بها ايه واحنا دلوقتي بنفسرها صح ولا غلط. يعني انا شايف ان كلمه تشبه على وزن تفعل عمل حاجه هي مش في تكوينه مش على السوفت وير بتاعه هو حابب يعمل حاجه هي مش بتاعته. انا هتشبه بالنبي عليه الصلاه والسلام يبقى هروح اشوف بيعمل ايه وعندي من النيه والعزم ان انا بعمل ده علشان اتشبه بيه. ولكن ان تشابهت الاشياء تشابهت متهيألي ممكن ما يكونش فيها الحرمانية. التشبه يبقى فيه أصلا فكرة أنت عمال بتحور وتدور حواليه عشان أنت عندك عايز هدف. عندك هدف وعندك من العزم على تحقيق هذا الهدف. ولكن إن ما كانش عندك ماشي يعني هو أنا معنى أنا لابس طرحة وغطرة أبقى أنا كده بقلد الستات عشان هما بيلبسوا طرحة هو لأنه زي المكان نفسه أو القبيلة أو الدولة كله كده. ماشي ماشي يبقى القبيلة والدولة كلها بتقلد الستات. لا هي تشابه بس حاله من حالات التشابه يعني. وبعدين بحس ان الدين اسهل من كده عشان نقعد لبعض علشان يعني بحسها حاجه ملهاش ادنى لازمه ان احنا نقعد لبعض على هي في ما تشوف ما تشوف بس هو الاول بيقدم ايه هي حريه شخصيه اكيد في الاول وكل واحد ما لم يضر يعني بالظبط انت حر ما لم تضر يعني. انا انبسطت بالحوار معاك. انا اكتر ده انا اتشرفت وفي بقى. انتظار المشروع الحضاره المصريه القديمه ان شاء الله مغناه ان شاء الله ونلتقي ان شاء الله مع نكهات تانية يا استاذ. ده انا اتشرف ليا الشرف ميرسي جدا جدا لسعادتك اتشرفت والله. نشوفكم في حلقه جديده ونجم جديد الى اللقاء.